اللي اجى بالمرحله الاولى كان طبعا سوق قطر، بعدين في عندنا سوق مسقط. سوق قطر تراجع تقريبا 7.5، قطر تراجع 9.5، السعوديه تراجع تقريبا 11.3، فكان ثالث يعني افضل سوق في الاسواق العربيه. بالنسبه للنصفي من اول العام الى الان فكان في تراجع بسيط جدا يعني لا يذكر، كان هو نمره 2 يعني من افضل الاسواق اللي تراجعت اقل شيء. افضل سوق كان سوق قطر اللي هو تقريبا كان متقدم حوالي 0.86 نقطه بالميه. فبالتالي صحيح في تراجعات، فقدنا كل ارباحنا من بدايه العام، لكن في عوامل ايجابيه وعوامل سلبيه هلا ضغط على السوق. العوامل السلبيه بعتقد يمكن نشوفها اليوم على الافتتاح، تراجعات بسيطه في اعتقادي هذا راجع لعوامل خارجيه مثل مثلا تراجع اسعار النفط، الاسواق الدوليه متراجعه، هذه كمان في مثل عامل نفسي مرتبطين معه صرنا احنا، في طلبات المصانع الامريكيه طبعا طلعت بتشير على انه في تباطؤ بالنمو، في سوق يعني تقرير سوق العمل الامريكاني فجأة انه كمان يمكن ما هو سلبي كثير ولكن كمان ما حيعطي دفع للاسواق الامريكيه بالتالي، فاجى بالنص تقريبا، لا هو سيء ولا هو جيد. الارقام اجت على تقريبا فقدان 125,000 وظيفه، كانوا معتقدين انه او توقعات حوالي 130,000 وظيفه، ولكن الشيء السيء اللي كان فيه او ما هو كثير منيح انه في حوالي 652,000 وظيفة يعني او 1000 طالب عمل كانوا عم تبعين وبدهم يتوظفوا ولكن يأسوا وتركوا سوق العمل، فتراجعت ارقام البطالة بامريكا من 9.7 الى 9.5، وعم نتكلم على البطالة الرسمية احنا ما هي الاجمالية، فهذه اخذ السوق على انه حنحتاج وقت اطول بكثير لانه يصير في تعافي اقتصادي في امريكا. وفي بعض المحللين خصوصا من بيمكو، يعني مثلا بيل كروس كان عم يحكي من بيمكو عم بيحكي انه يعني التوقع انه اذا ما شفنا تحسن باسواق العمل الامريكيه قريبا يمكن هالتباطؤ هيدا يؤدي الى دبل ديب او الى نزول اخر في الاسواق الامريكيه. فعطوا ثلاث توقعات او ثلاث سيناريوز نتكلم عنهم بعدين لاحقا. اخر شيء بنطلع على القلق في اوروبا، وفي موضوع جديد يمكن ياثر كمان سلبي في يعني في الاشهر القادمه او خلال الثلاث اشهر القادمه، يلي هو في 48 ولاية أمريكية عم تعلن على أنه عندها عجز بالميزانية. طبعا في كثير من الولايات. طيب هي سيد يوسف عفوا عن المقاطعة، فقط سنستكمل الحديث عن هذه النقطة لأنها غاية في الأهمية بعد أن نتوقفها في فاصل قصير، ونتابع وبعده افتتاح السوق السعودي في أولى تداولات النصف الثاني من العام 2010. كونوا معنا مشاهدين. الأسهم السعودية برعاية سامبا تداول، الوسيلة الأذكى للتحرك في سوق الأسهم. فقه الاقتصاد والمال، مقاربة إسلامية للقضايا الاقتصادية المعاصرة، شرح